اهلا وسهلا بكم طلابنا الاعزاء وحياكم الله في درس جديد. اهلا وسهلا بكم وكل طلبة المتواجدين ويانا. ركز يمي زين، اليوم راح ناخذ افعال وتحويلهن الى الماضي. هاي الافعال كل سنة تجي وزاري، كل سنة تجي وزاري يجيب لك الاستاذ او الوزاري بالامتحان، يجيب لك جملة ويريدك من عند ويريد من عند كلمة ويريدك تحولها للماضي. يعني لا حد يسألني ورا شوية يقول الأستاذ شلون تجي بالامتحان، يجيب لك want يسأل wanted، يرجع النوب يجيب لك say تقول له said. هذا بسؤال الإضافات، هذا يجيك بسؤال الإضافات. want wanted is was. يعني هسه أنت يمك الكتاب بالكتاب طلعهن واحفظهن، يمك الملزمة احفظهن بالملزمة، ما يمك لا كتاب ولا ملزمة اخذ سكرين وابدي اقرأ احفظهن يمك، اكتبهن بالدفتر احفظهن. want wanted is اصير was، say اصير said، arrive اصير arrived، laugh معناه يضحك يصير laughed ضحكة، land يهبط landed، send يرسل send sent. يعني هي send تصير send، هاي بالعكس يعني هي send هنا send بالمضارع، هي بالمضارع send بالماضي تصير sent. يعني هاي قلبوهن ذن مقلوبات. عندك لوس معناها يضيع او يفقد lost ماضيها، fly ماضيها flew، set نفس ماضيها set، وget got، وput تبقى نفسها put. هذه هي افعال واضافتهم الى الماضي. هذه الافعال جدا مهمة، جدا مهمة هذه الافعال ولازم تحفظونها جميعها. واحد يسألني يقول لي استاذ شلون احفظهن؟ تحفظهن من خلال الكتابة، من خلال الكتابة. say said، say said، want معناها يريد، wanted أراده، is يكون، was كان، say يقول، said قال، arrive يصل، arrived وصل. كل هذني تحفظهن هن والماضي مالتهن، مهم جدا تقراهن، مهم جدا تقراهن. طيب هسا راح نجي نتحدث عن talking about likes and dislikes، التحدث عن الأشياء التي تحبها والأشياء التي تكرهها. يعني شلون الواحد يحكي عن الشيء اللي يحبه أو الشيء اللي يكرهه. طيب إذن talking about likes and dislike، التحدث عن الأشياء التي تحبها والأشياء التي تكرهها. شلون تحكي عن الشيء اللي تحبه والشيء اللي تكرهه؟ طيب اكتبوا لي يمكن ملاحظة. اكتب لي يمك ملاحظة. طبعا الموضوع اسمه dislike and likes، هذا هو الموضوع likes and dislike، يعني الأشياء التي تحبها والأشياء التي تكرهها. زين اكتب يمك ملاحظة لكي نتحدث عن الأشياء التي نحبها والأشياء التي نكرهها. لكي نتحدث عن الأشياء التي نحبها والأشياء التي نكرهها. نستخدم الكلمات التالية. للتحدث عن الأشياء التي نحبها أو نكرهها نستخدم الكلمات التالية اللي هم hate أم الإي، love يحب،
انجوي لايك ديسلايك. هذه الكلمات تستخدم مع الشيء الذي تحبه او تكرهه. الشيء اللي تحبه او تكرهه نستخدم هيت لاف انجوي لايك ديسلايك. هيت لاف انجوي لايك ديسلايك. ويأتي بعدهم دائما فعل يحتوي على الـ ing. ويأتي بعدهم دائما فعل يحتوي على الـ ing. ويأتي بعدهم دائما فعل يحتوي على الانج. طبعا هسه انا معطيك اختيارات، قال لك I love read لو reading. الجواب الصحيح reading. ليش؟ لان عندنا love. هاي الكلمة love، هاي الكلمة love ولايك فيني دائما يجي وراهم فعل b-i-n-g. زين، إذن هنا شلون عرفت الحل؟ لأن عندك love يجي وراها فعل b-i-n-g فصير I love reading. الجملة الثانية قال لك I love لو I go reading. طبعا يا هو اللي يجي وراها فعل b-i-n-g، go لو love أكيد love، لذلك راح نختار love. يعني لازم تعرف بأن هاي الصفات يجي وراها دائما فعل b-i-n-g. شوف هنا مثال عليها I love read لو reading. طبعا الحل الصحيح I love reading لأن love يجي وراها فعل b-i-n-g، like يجي وراها فعل b-i-n-g وإلى آخره. انتبه علي زين، اليوم راح نشرح موضوع التنقيط أيضا. طبعا هذا الحكي موجود بالملزمة، هاي الملزمة نزلت لكم إياها بالقناة، هذا الحكي كليته موجود. اليوم راح نحكي عن التنقيط، والتنقيط باللغة الإنجليزية يسمونه punctuation. التنقيط اليوم راح نحكي عن التنقيط واللي هو ال punctuation. طبعا تحضيرنا لباكر ان شاء الله الافعال الماضية واللايك والديسلايك هذا الموضوع وايضا التنقيط. طيب شنو يعني تنقيط؟ ركز يمي زين، في بداية الجملة وبعد النقطة وبعد علامة الاستفهام. ركز يمي، اش وقت نستخدم capital letters؟ اش وقت نستخدم حروف كبيرة؟ اش وقت نستخدم حرف كبير؟ في بداية الجملة وبعد النقطة وبعد علامة الاستفهام. مرة ثانية طلاب اسمع كلامي زين، اولا بالتنقيط بالانجليزي، هو بالانجليزي تنقيط يعني punctuation. punctuation معناها تنقيط، معناها خط، يعني الخط. هذا موضوع الخط، هذا سؤال عليه خمس درجات، هذه خمس درجات مضمونة. punctuation تنقيط يعني الخط. زين، punctuation الخط او التنقيط. زين، اول ملاحظة قلنا نستعمل الحرف الكبير اللي هو الكابيتال لترز. شوكت نستخدم الحرف كبير؟ شوكت في بداية الجملة وبعد النقطة وبعد علامة الاستفهام. بداية الجملة وبعد النقطة وبعد علامة الاستفهام نستخدم دائما حرف كبير. هاي اولا. ثانيا، مع اسماء المدن والبلدان، بغداد، عراق، بصرة، تركيا، هذني دائما نستخدم وياهن الحروف الكبيرة دائما. يعني من نشوف هذني الكلمات نستخدم وياهن كابيتال لتر. هاي رقم اثنين. رقم ثلاثة، ايام الاسبوع، ساندي، ماندي، تيوزدي، هذني ايضا نستخدم وياهن حرف كبير. مع اشهر السنة، مع القاب الاشخاص، السيد، السيدة، مس، مستر. مع عمر، احمد، فاطمة، علي، محمد، دائما يكونون ذولا كابيتال.
إذن ركز يم زين، إيش وقت نخلي كابيتال لتر بداية الجملة بعد النقطة بعد علامة الاستفهام ومع المدن تركيا بغداد الصين أشهر أيام الأسبوع لنا كليتن نسويهن دائما كابيتال. زين نجي على الفول ستوب. الفول ستوب يعني النقطة، يقول لك وهي نقطة تضع في نهاية الجملة المثبتة أو المنفية. يعني شو وقت نستخدم الفول سبوت فول ستوب؟ بالجملة المثبتة، بالنهاية الجملة المثبتة مثبتة. زين زين هسه انتبه يمي زين، انتبه يمي زين. راح ناخذ مثال، يقول لك فاطمة went to Baghdad on Monday. طبعا فاطمة كابيتال، سوينا هذا الحرف كابيتال، بغداد مدينة كابيتال، Monday ونهاية الجملة خلينا نقطة. شوف هذا السؤال بأربع أخطاء، 1 2 3 والنقطة بالأخير ما موجودة، خلينا نقطة. زين نجي علامة الاستفهام، ايش وقت نخلي علامة الاستفهام؟ لما عندك الوات، لما عندك ادوات السؤال الوات والهاو الكان الدو، ذولا من يجونك بداية الجملة تخلي بنهاية الجملة علامة استفهام دائما، تخلي بنهاية الجملة علامة استفهام. Did Ali travel to Turkey in March؟ Capital Did Ali travel to Turkey in March؟ مثل ما تشوف هنا بداية الجملة خلينا دي كابيتال، هذا علي كابيتال سويناه سمول، تركيا دولة سويناها كابيتال، شهر مارس ام وعلامة استفهام بنهاية الجملة. هذا هو كل ما موجود بالنسبة للتنقيط. ايضا عندنا بعض النقاط العلوية الفارزة، الكانت هاي مرات تجيك بدون فارزة حط لها فارزة، الام هي تسويها يعني هاي ايضا لازم تنتبه عليها، she is هذن ايضا انتبه عليهن، مذن ايضا مهمات ركز لي عليهن. وهذا مثال ايضا، نور comes from Iraq، نور capital from Iraq. طبعا هذا هو التنقيط، جدا 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 مهم، واذاك سؤال تقدرون تسألون عنه. هسه روحوا لي على الملزمة صفحة 20، عندك هذا التمرين bite fly grow hunt produce، ايضا هذا تمرين كلش مهم وايضا اريده من عندكم وراح احفظ لكم اياه وتمتحنون به ان شاء الله بالدرس الجاي، تمرين ايضا مهم جدا. اذا هذا التمرين ايضا صفحة 35 ايضا مهم جدا، خلينا احل لكم اياه وايضا ناخذ مفتاح الحل. نجي تمرين اي، يقول لك choose the correct verb، يقول اختار الفعل المناسب للجملة التالية. يلا هسا انت ترجم ويا يمك بالكتاب، بايت معناها يلدغ يعض، بايت تلدغ او تعض، تلدغ او تعض. مستغرب باكر بامتحان؟ اي بايت معناها يلدغ او يعض، فلاي معناها يطير، فلاي معناها يطير، fly معناها يطير، grow معناها ينمو او يكبر بالعمر، يعني grow معناها يكبر او ينمو، grow يكبر او ينمو. استاذ اول كلمه شنو هي اول كلمه؟ يعض وثاني وحده يعض او يلدغ، ثاني وحده fly يطير. لا يطير، fly معناها يطير، ثالث وحده grow معناها يكبر، يكبر يعني ينمو، رابع وحده عندك الهانت اللي هي معناها يصطاد، هانت معناها يصطاد، هانت معناها يصطاد. ورابعا عندنا produce معناها ينشئ، produce معناها يعطي او يعطي، نعم يعطي، produce ينشئ او يعطي، produce ينشئ او يعطي. speak
تشلك علاقة بي. اقرأ هذا تمرين مهم وما لك علاقة. تمرين ثلاثة ولا أربعة هو موجود بالكتاب لما موجود. خلاص اقعد اقرأ هذا تمرين مهم راح يجي بالامتحان. زين. ركز لي على هذا التمرين كلش مهم. انتبه لي علي. هسه طبعا الحلول قدامك وراح نعطيك مفتاح الحل. الجملة الاولى مفتاح الحل هي بيرد. بيرد معناها طائر. طائر يطير. اذا البيرد هي مفتاح الحل والحل فلاي معناها يطير. شنو مفتاح الحل؟ بيرد. من تجيك بالجملة بيرد حط وياها فلاي معناها يطير. بيرد طائر فلاي يطير. بيرد طائر فلاي معناها يطير. اذا مفتاح الحل هو بيرد بمعنى يطير طائر. والبيرد فلاي معناها يطير. الجملة الثانية الاولز البومة. اولز بومة تقتل الحيوانات الصغيرة. طبعا الاولز هي البومة تصيد الحيوانات. طبعا اكيد البومة هي تصطاد. ما سامع مثل واحد يقول له طبعا هذا ايش يقول لك شوف هذا والله وجهه وجه البومة يعني وجهه شر. يعني البومة هي تصطاد الحيوانات في الليل. اذا شنو مفتاح الحل؟ هو البومة. من نشوف كلمة بومة تحط وياها هنت. بومة يصطاد. هاي هي رقم اثنين. رقم ثلاثة عندك كلمة سنيك. انت عندك هنا البومة تصطاد. يعني مثلا شي يجيبوا لك غير حيوان مثلا يعني شي يجيبوا لك. يعني مثلا يجيبوا لك الارنب يصيد. يعني ما ترهم. هو الـ 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 البوم هو اللي يصيد. يعني ما يقدرون يجيبوا لك غير حيوان. يعني ما معقول يقولوا لك القطة تصيد الكلاب مثلا. ما ترهم يعني. اكيد هي هاي الاسئلة مالتكم. هاي الخنفشارية منين قاعد تجيبونها ما ادري. هي بومة تصيد وتقتل الحيوانات الاخرى الصغيرة. طبعا حيوانات الصغيرة يعني. ثالثا عندي كلمة سنيك معناها ثعبان. سنيك حية. اذا مفتاح الحل يعني بايت يلدغ. من هو اللي يعض؟ من اللي يلدغ؟ هي السنيك الحية. السنيك الحية هي اللي تعض او هي اللي تلدغ. طيب عندي الكاوز البقر يعطيني حليب. بريديوس يعطي. كاوز البقر يعطي ملك حليب. ملك حليب. اذا مفتاح الحل هو الكاوز يعطينا البقر يعطينا حليب. كاوز البقر بريديوس يعطينا الحليب. اذا مفتاح الحل كاوز البقرة. رقم اربعة عندي elephants الفيل جرا ينمو او يكبر بشكل كبير. مفتاح الحل هو الالفنت الفيل. الالفنت ينمو بشكل كبير.